العدد 11 مجلة بيم أريبيا، مقالة بعنوان أهمية البيم في تنسيق المشاريع للمهندس عمار التوم. تتعقد وتيرة المشاريع اليوم بصورة سريعة، ويتحد الجميع في هذه الصناعة لإيجاد سبل جديدة ومبتكرة لتنفيذ المشاريع. ظهرت نموذج معلومات البناء بيم، وأضحت عملية تسليم المشروع تمكن أصحاب العمل والمقاولين والمستشارين وأصحاب المصلحة الآخرين لتصور وفهم تطور التصاميم ومشاكله كما لم يحدث من قبل. يمكن تحسين عملية التصميم والبناء من خلال تمكين الكشف المبكر وحل مشاكل التنسيق والانضباط من خلال اكتشاف التعارضات (clash detection) الذي أصبح السمة الرائدة لتطبيق البيم، بالإضافة لموضوع حصر الكميات بصورة دقيقة. إدارة تطوير نموذج البناء الظاهري تتطلب المهارات التي تشبه إدارة الشيء الحقيقي. في كثير من الأحيان بيم والمشروع الذي تعتزم استغلال فوائد البيم يحتاج إلى مدير وفريق متعدد التخصصات يعمل مع الأطراف التي تساهم في النموذج. فريق يمكن دمج الرسومات من الكيانات الأخرى كالمقاولين من الباطن والمصنعين إلى نموذج كامل وكشف مشاكل التعارضات. البيم يعزز الثقة التي سيتم بناؤها في وقت مبكر، وقبل بدء البناء هناك فرصة لتخصيص مساحة نموذج لكل مقاول من الباطن أو مورد لإعطاء كل واحد منهم رأيه في عملية النمذجة وحل مشاكل الاشتباكات في أنظمتها قبل أن نصل إلى الموقع. كشف التعارضات. تشمل المشاريع بصفة عامة تفاعلات معقدة بين العديد من الأقسام، سواء المعماري أو الإنشائي أو الإلكتروميكانيكي، ويعمل البيم على خلق نموذج ظاهري واحد لمشروع من خلال جمع كل النماذج الخاصة بالموديل، ويتم إجراء استعراض شامل ومنظم، ويتم عرض النتائج على أعضاء الفريق حيث يمكن استعراض المشاكل وحلها، ويتم الكشف عن قضايا التنسيق في وقت مبكر في نقطة ما، حيث مخاطر الأخطاء الجسيمة في الموقع يمكن تلافيها ويحدث ما لا يحمد عقباه. عملية بناء نموذج منسق BIM Coordinated Model. توجد مراحل خاصة بعملية بناء نموذج منسق خالي من المشاكل، وذلك عبر خطوات تبدأ بعملية تحويل رسومات الكاد إلى نموذج. غالبا ما ينصح بعمله على LOD 200 أو LOD 300 حتى يكون أكثر فاعلية وواقعية من النموذج الخاص بالتصميم، ومن ثم عمل تحليل كشف التعارضات عليه باستخدام برنامج NavisWorks الذي يقوم بعمل تقرير بحالة النموذج، إما بصورة سلبية يمكن تعديلها على النموذج أو بصورة إيجابية يمكن الاستفادة منه في عرضه على المالك واستخراج رسومات الكاد والتي ستكون منسقة بناء على النموذج. وتتواصل المراحل بعمل النموذج الإنشائي الخاص بالمقاول مع إضافة كل الرسومات والتفاصيل القادمة من مقاولي الباطن أو الموردين، وحتى مرحلة اكتمال النموذج. الفوائد التي تنتج عن عملية تنسيق المشاريع باستخدام البيم: عمل مشروع بناء فعلي من خلال النموذج، خفض الصراعات بين مختلف الأقسام مما يقلل RFI بشكل ملحوظ مقارنة مع الطرق الأخرى، تصور البناء من جميع الزوايا، زيادة الإنتاجية في الموقع، انخفاض تكلفة البناء، تقليل وقت البناء، تصدير رسومات أكثر دقة من ذي قبل. كفاءة الفريق المطلوبة لعملية التنسيق: أولا، القدرة على التعامل مع الناس وتحديات المشروع. ثانيا، القدرة على التعامل مع النموذج والتنقل ومراجعته. ثالثا، معرفة تطبيقات نموذج بيم للحصول على التحديثات ذات الصلة. رابعا، معرفة أنظمة البناء، مما يجعل الفرد أمام تحدي يمهد له كافة الحلول الخاصة بعمليات البناء المعقدة والتي تستهلك الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى المشاكل بين أطراف العقد.